شبكة مراسلينا المنتشرين في مختلف المحافظات، وأيضا مع ضيفنا الذي ينضم إلينا من طول كرم السيد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا وسهلا بك معنا في ملف اليوم. مساء الخير سيد مؤيد. نكون في طبعا الحديث عن الوضع الحالي، وخاصة إذا ما ربطنا هذه الجرائم بما يحدث من استهداف مباشر للشبان، ويعني في كل يوم بتنا نعيش هذه الحالة وهذا المشهد في فلسطين بارتقاء الشهداء واستهداف للفتية والشبان. وربما يعني الملفت أن الفئة التي يتم استهدافها أيضا هي من أعمار محددة، وكأن هناك نية مبيتة لاستهداف هذه الفئة. كيف تتابعون في البداية هذا النوع من العدوان في مختلف المحافظات بهذه العنجهية وهذه النية المبيتة للقتل؟ يعني في البداية رحم الله شهداءنا جميعا. هذا ألو نعم، هذا العدوان المفتوح ضد أبناء شعبنا، هذه الحرب المفتوحة التي تخوض هذه الحكومة الاستيطانية بامتياز، هذه الحكومة الإجرامية التي تمارس القتل اليومي. أصبح كل يوم لدينا في كل صباح شهيد خلال 24 ساعة، يعني فعلا 4 شهداء: داود في قلقيلي، ولدادوي في رام الله، ودراغمي في طوباس، وأيضا الصوص في مخيم جنين. هذا الصباح يعني هذا الوضع فعلا جد خطير، ناهيك عن قضايا الاقتحامات الاعتقالات الليلية التي يمارسها جنود هذا الاحتلال، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة للمستوطنين المنتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس، والذين يمارسون كل أنواع الانتهاكات والعربدة والاعتداء على الممتلكات وعلى الأشخاص والأرواح للشعب الفلسطيني، ناهيك عن قطع الطرقات اليومي الذي أصبح ديدا عند هؤلاء المستوطنين المشاركين معهم بشكل حقيقي وليس حماية لهم جيش هذا الاحتلال، بالإضافة إلى القوانين العنصرية والعسكرية التي يطلقها قادة هذا الجيش بإغلاق المناطق ضد الفلسطينيين وبمنطقة عسكرية كما يدعون، لكن هي مباحة للمستوطنين ليمارسوا كل أنواع الرذيلة، كل أنواع الحقارة التي تربوا عليها هؤلاء المستوطنين وهذه العقليات الحاقدة والإجرامية والتي لا تعرف للإنسانية طريق. هذا اليوم كهذا العام ومنذ بدايته نحن نشهد تصعيدا خطيرا يتوالى ويتصاعد يوما بعد يوم في الأيام الأخيرة. فعلا يعني هذا العام أكثر من 164 شهيد حتى اللحظة على يد قوات هذا الاحتلال وعلى يد ميليشيا المسلحة لمستوطنيه. إذن نحن أمام فعلا حكومة عنصرية، حكومة إجرامية، بالإضافة إلى أيضا هذه الانتخابات التي تجري بما تدعى الكنيست الإسرائيلي داخل الخط الأخضر. واضح أن الشعب الفلسطيني وأرواح الشعب الفلسطيني والدم الفلسطيني هو الذي سيكسب هذه الفئات والأحزاب المتطرفة مزيدا من الأصوات على حساب الدم الفلسطيني، على حساب الألم الفلسطيني، على حساب دموع أمهات شهدائنا وعوائل شهدائنا وأخوات شهدائنا. لكن هذا في المقابل يجابه من الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الحي، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الصابر، هذا الشعب الذي لم يستسلم في يوم من الأيام ولن يستسلم هذه اللحظة ولن يستسلم في المستقبل، هذا الشعب الذي يتحدى بصدر العاري وبأيديه الفارغة إلا من الإيمان بالله تعالى وبالنصر الأكيد على هذا المحتل، هذا الشعب الذي يجابه أطفالنا وزهراتنا وأشبالنا جنود هذا الاحتلال وقطعان مستوطنين طيب. بأيديهم الفارغة نعم بإرادتهم الصلبة، هذا الشعب لن يهزم في يوم من الأيام. نعم، سنكون وإياك في نقاش مستمر خلال هذه الحلقة، ابقى معنا. وننتقل لمراسلنا في جنين أحمد نزال، تحديدا من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين،
حيث طبعا نتحدث مع أحمد عن مجريات الأحداث اليوم بارتقاء شهيدين في المحافظة وإصابات في صفوف الشبان أيضا، والاقتحام الذي جرى لمخيم جنين وسط إطلاق كثيف للنيران وأعداد كبيرة من المركبات العسكرية في المخيم، وكان هناك أيضا استهداف للصحفيين من قبل جيش الاحتلال. لو تجمل لنا هذه الحيثيات أحمد، تفضل. نعم، إذن نعتذر منك أحمد حتى هذه اللحظة، هناك يبدو خلل تقني، سنكون من جديد إذن في متابعة لتطورات الأحداث. ونعود لضيفنا من جديد سيد مؤيد شعبان. سيد مؤيد، كنا نتحدث إن كنت تسمعني يعني عن الحكومة الإسرائيلية وسياسة هذه الحكومة التي تمثل وجها للاستيطان بما يمارس على أرض الواقع. وإذا ما يعني ركزنا على حاصل اليوم من تقديم الحماية للمستوطنين من قبل جيش الاحتلال الذين يعربدون في مختلف الطرقات، مختلف المحافظات والبلدات والقرى الفلسطينية، يهددون أمن المواطنين ويعرضونهم بالطبع يعني للقتل والإيذاء وغير ذلك. كيف تجد أيضا من هذه الناحية هذا النوع من العدوان على أبناء شعبنا والتخوفات مما هو حاصل وشهدناه في الآونة الأخيرة من اعتداءات مباشرة؟ يعني هي لا تمثل وجها، هي تعطي التعليمات الصريحة والواضحة بالسيطرة المطلقة على ما تسمى مناطق سي في الضفة الغربية والقدس. الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة والتي قبلها هي حكومات استيطانية بامتياز، بالتالي هي تعطي التعليمات، لأن كل أدوات هذه الحكومة سواء كان جيش هذا الاحتلال أو ما تدعى الإدارة المدنية أو ما يدعى شبيبة التلال أو شباب التلال، هذا التنظيم الإرهابي الممول من هذه الحكومة ومجلس المستوطنات، كل هذا التمويل يأتي من خلال هذه الحكومة، بالإضافة إلى المراقبة على البناء الذي رفعته هذه الحكومة من 20 مليون في بداية هذا العام إلى وصل إلى 60 مليون شيكل لموازنة المراقبة على مناطق ما تدعى مناطق سي، وذلك بإجراءات تقوم بها الإدارة المدنية سواء بقرارات بالإخلاء للسكان والمواطنين الفلسطينيين أو وقف البناء أو حتى الهدم، عمليات الهدم المتزايدة هذا العام والتي فاقت كل تصور، بالإضافة أن إفلات العنان لهذه الميليشيات المسلحة للمستوطنين التي تنطلق وتجوب الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها بعربدة بسلاح هذه الحكومة، بالإضافة إلى أن هؤلاء فتية التلال هم ممولين ويتقاضون راتب شهري من هذه الحكومة أو من مجلس المستوطنات الذي يأخذ موازناته من رئيس هذه الحكومة أو من الحكومة الإسرائيلية الحكومة الاستيطانية، بالتالي هم لا يمثلون وجوها مختلفة، لكن هي التعليمات واضحة من هذه الحكومة، السيطرة على ما تسمى حسب عقيدتهم يهودا والسامرة، بالتالي السيطرة المطلقة على الأراضي الفلسطينية والقدس، حصرنا في معازل وكنتونات ضيقة في مدننا وقرانا ومخيماتنا، حتى عمليات الضم أو خطة الضم التي أعلنها نتنياهو عام 2017 ولا زالت تطبق بشكل صامت، سواء كان ذلك في مسافر يطا في جنوب الضفة الغربية أو حتى في الأغوار الشمالية والعربدة اليومية التي يمارسها هذا الاحتلال بكل أدواته كما ذكرت لك، سواء كان قطعان مستوطنيه أو جيش هذا الاحتلال الذي لم يعد حاميا لهؤلاء المستوطنين، هو أصبح شريكا حقيقيا، هو يلبس اللباس العسكري صحيح، نعم كلنا نرى ذلك، لكنه يمارس نفس ممارسة هؤلاء المستوطنين الحاقدين، حتى أن هناك كتيبة في هذا الجيش، جيش هذا الاحتلال، تدعى كتيبة نتساح يهودا، وهذه الكتيبة هي المسؤولة عن استشهاد الشيخ عمر أسعد في جلجلية في رام الله.
نعم سيد مؤيد، يعني وأنت تتحدث عن هذه الاعتداءات المستمرة الآن في هذه الأوقات، هناك اعتداءات من قبل المستوطنين إن كان في القدس في سلوان وإن كان عند المستوطنة يتسهار في محافظة نابلس وأيضا في باب العمود في القدس، يعني هذه الحملة التي يعني تأتي أيضا بعد إعلان المستوطنين تشكيل ميليشيات استيطانية مسلحة لمواصلة الاعتداءات على أبناء شعبنا، كيف تتابع مثل هذه المجريات وخطورتها أيضا؟ يعني هم أعلنوا حديثا عن تشكيل ميليشيات مسلحة لحراسة المستوطنين في ظل تفاقم الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس، لكن هذه الميليشيات المسلحة موجودة منذ القدم، مستوطنة يتسهار الموجودة جنوبي مدينة نابلس، هذه المستوطنة التي تضم المدارس الدينية التي يتعلم بها هؤلاء المستوطنين كمية الحقد، كمية الإجرام الذي يمارس ويشربوهم على ممارسة هذا الحقد ضد الشعب الفلسطيني. هذه المدرسة المستوطنة عفوا هي المقر الرئيسي في الشمال لشباب التلال أو فتية التلال، هذا التنظيم الإرهابي المسؤول عن حرق عائلة دوابشي والمسؤول عن كل قضايا الاعتداءات على الأرواح في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس. لهم مركزين رئيسيين، المركز الأول هو أو المقر الأول هو في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية ووسطها، والمركز الثاني أو المقر الثاني هو في جوش عتسيون، نفس القضية. نعم. لهم مقر آخر هناك، بالتالي هؤلاء لم يأخذوا تصريحا جديدا، هم أطلق لهم العنان من جديد ليمارسوا كل أنواع الرعب، كل أنواع الاعتداء على أبناء شعبنا. نعم. بالتالي ما شاهدناه في الفترات الأخيرة وفي الأشهر وفي الأيام السابقة من قطع الطرق على المواطنين الفلسطينيين المتنقلين بين المحافظات سواء كان من شمال الضفة إلى وسطها أو من وسطها إلى جنوبها. نعم. بالتالي هؤلاء يقطعون الطريق بحماية وبمشاركة جيش هذا الاحتلال الذي يوفر لهم الحماية، ويقومون بالاعتداء بشكل مباشر وأمام أعين هذا الجيش وما أعين الصحفيين، حتى الصحفيين الفلسطينيين لم يسلموا منهم اليوم. نعم. ولا بالأمس ولا في دير الحطب ولا حتى في مخيم جنين باستشهاد شيرين أبو عاقلي، بالتالي هم يريدون أن يجرموا إجراما في هذا الشعب الفلسطيني. نعم. ابقى معنا سيد مؤيد، نعود ونتحدث عن هذه النقاط من جديد، والآن ننتقل مرة أخرى إلى مراسلنا أحمد نزال من جنين لمتابعة مجريات الأوضاع هناك. أحمد، وبعد تشييع جثماني الشهيدين أحمد رغمة ومحمود الصوص اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال اليوم خلال مداهمة الاحتلال لمخيم جنين، نتحدث عن طبعا الأوضاع وانعكاساتها على أرض الواقع، كيف تبدو الصورة وكيف تجملها لنا؟ نعم، يوم عصيب عاشته محافظة جنين منذ ساعات الصباح، ودعت خلاله اثنين من الشهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الذين أصيبوا بشكل مباشر في الأجزاء العلوية من أجسادهم لا سيما في الرأس، حيث تعمد جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على المواطنين بالأجزاء العلوية من الجسد من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوفهم. وبالتالي كان هنالك عملية وعدوان احتلالي منذ ساعات صباح هذا اليوم، وتحديدا بالضبط عند حوالي الساعة 9، حيث كما تحدث المواطنون وشهود العيان كان هنالك اقتحام لقوات خاصة تستقل مركبات مدنية داخل مخيم جنين، وحاصرت منزل أحد المواطنين من عائلة أبو زينة، وتبعهم بعد ذلك بوقت قصير اقتحام العشرات من الآليات العسكرية لعدة أحياء في مخيم جنين وكذلك حي الزهراء المتاخم لمخيم جنين. دارت هنالك مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، وتحصنت داخل المنازل حيث اتخذت من منازل المواطنين مواقع لقناصتها الذين أطلقوا بشكل مباشر الرصاص الحي تجاه الشبان، ولاحظ شهود العيان وجود القناصة وكذلك إطلاقهم للرصاص
بشكل مباشر اتجاه الشبان واتجاه المواطنين أيضا. حصيلة هذه العملية وهذا العدوان الاحتلالي هذا اليوم أيضا إضافة للشهيدين الشهيد محمود الصوص وكذلك الشهيد أحمد دراغمة، هنالك 11 إصابة، اثنتان منها بحالة دهس من قبل مركبة عسكرية احتلالية قامت بدهس مواطنين هنا بالقرب من مخيم جنين، وجرى نقل جميع الإصابات إلى المشفى إلى مشافي المحافظة عبر مركبات الهلال الأحمر لتلقي العلاج. هنا في مشفى ابن سينا حيث نتواجد الآن ما زال هنالك 3 إصابات تتلقى العلاج، ووصفت واحدة من هذه الإصابات بالخطيرة، ولكن تحدثت المصادر الطبية لنا بأنها في هذه اللحظة هي مستقرة بعد أن جرى تقديم الإسعافات اللازمة لها. في مشفى الرازي أيضا هنالك حتى هذه اللحظة 3 إصابات، واحدة منها خطيرة وخطيرة جدا، تتلقى العلاج في المشفى بعد أن جرى نقل 5 إصابات إلى المشفى، واحدة غادرت وأخرى جرى نقلها إلى محافظة نابلس. للشاب هو من محافظة نابلس، كان قد صعد وركب في مركبة عمومي من أجل التوجه إلى محافظة نابلس حيث مسقط رأسه، ولكن جيش الاحتلال تعمد بإطلاق الرصاص اتجاه مركبات المواطنين وأصيب هذا الشاب وهو من محافظة نابلس وهو داخل المركبة العمومي متجها إلى محافظة نابلس، وبالتالي جيش الاحتلال أيضا تعمد بإطلاق الرصاص بشكل كثيف وبشكل جنوني وعنجهي اتجاه مركبات المواطنين واتجاه منازل المواطنين وكذلك اتجاه المواطنين في الشارع، ما أوقع هذا الكم من الإصابات. في مشفى جنين الحكومي أيضا جرى نقل هنالك 4 إصابات إلى المشفى وغادرت المشفى بعد أن تلقت العلاج اللازم من قبل الأطقم الطبية في المشفى، وبالتالي هذا هو المشهد المحزن الذي عاشته محافظة جنين هذا اليوم. على الجانب الآخر وما يتعلق بالصحفيين، جرى استهداف طاقم صحفي يعني يتألف من العديد من الصحفيين كانوا يغطون الأحداث والأخبار وما يجري داخل مخيم جنين، حيث استهدفهم جيش الاحتلال بشكل مباشر بالرصاص، لا سيما الزميل الصحفي مجاهد السعدي وكذلك جعفر شتية ونضال شتية الذين وعدد من الصحفيين الآخرين إن سقط أحد أسمائهم سهوا، جرى استهدافهم بشكل مباشر بالرصاص من قبل جيش الاحتلال وتعرضت حياتهم للخطر والخطر الشديد، حتى أنهم بقوا على الأرض مستلقين على سطح المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه لوقت طويل، والرصاص يتوجه ويتم استهدافهم به بشكل مباشر، وهم يقومون بتوثيق هذا الحدث الذي جرى نقله إلى العالم عبر كاميراتهم المتواضعة التي قامت بتسجيل هذا الحدث وقامت تسجيل صراخهم وطلبهم للنجدة والمساعدة، بحيث جرى يعني محاولة جيش الاحتلال يعني عدم السماح للصحفيين بنقل هذا المشهد وهذه الصورة بعد أن قاموا باستهداف الأطقم الصحفية، وهي ليست المرة الأولى التي يجري من خلال استهداف الصحفيين في الميدان، ولا ننسى الحدث الأكبر الذي ارتقت فيه الشهيدة شيرين أبو عاقلة هنا في مخيم جنين بعد أن جرى استهداف بشكل مباشر برصاص قوات الاحتلال. نعم. متعلق بالأطقم الهلال الأحمر أيضا، طيب منعت أطقم الهلال الأحمر من التوجه إلى داخل مخيم جنين من أجل نقل الإصابات. طيب التي نعم تفضلي. طيب عند النقطة المتعلقة باستهداف الصحفيين كنت أود أن أسأل مراسلنا حول ما يتعلق بهذا الاستهداف الذي بات واضحا في أكثر من مرة، يعني منذ اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة وتعرض طاقم تلفزيون فلسطين في نابلس أيضا للاستهداف بالرصاص والإصابات في صفوف الزميلين لؤي ومحمد، يعني واليوم تعرض عدد من الطواقم الطبية عفوا الصحفية لهذه الاعتداءات، يعني بات هذا الأمر كأنه مكرر في غير مرة وهناك استهداف متعمد، يعني كيف يعيش الصحفيون في هذه اللحظات وكيف تترجم هذه الاستهدافات؟ لا شك بأنها لحظات صعبة، وإن ما قرأها الصحفيون جيدا هي دلالة واضحة بأن جيش الاحتلال لم يخرج من ثوبها الإجرامي حين يقوم بارتكاب هذه الجريمة بحق الصحفيين واستهدافه للصحفيين بشكل مباشر بالرصاص الحي وإطلاقه للرصاص اتجاههم، وبالتالي هو مشهد بات يتكرر هنا في محافظات الوطن ليس فقط في محافظة جنين كما تحدثتم قبل لحظات، في أكثر من محافظة يجري استهداف الصحفيين وإصابتهم بالرصاص بشكل من أجل حجب الصورة
الصورة ونقل الصور، ولكن الصحفيون باتوا يعيشون هذا الحدث ويتوقعون في أي لحظة بأن يقوم جيش الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر، وهم مصرون على نقل الصورة ونقل الحقيقة. وكما تحدث المشرف العام على الإعلام الرسمي بأن الإعلام الرسمي مستمر في نقل الحقيقة مهما بلغ الثمن، ونحن مستمرون في التواجد إلى جانب المواطنين في نقل أهل هذا المشهد، مشهد الإجرامي الذي يتكرر صباح مساء بحق الصحفيين والأطقم الصحفية، وكما شهدته محافظة نابلس قبل عدة أيام استهداف للأطقم الصحفية، لا سيما طاقم تلفزيون فلسطين والزميل محمد فوزي، حيث جرى إطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم من أجل منع الاحتلال نقل صورة جرائمه في الميدان وحجب الحقيقة وبالتالي التغطية على هذه الجرائم. ولكن إصرار الصحفيين بنقل هذا المشهد وهذه الصورة هي جزء من الرسالة المهنية التي يسعى الصحفيون إلى نقلها في الميدان وإيصالها إلى العالم، وفضح هذه الجرائم وكشف ما يتعرض له المواطنون في الميدان من ممارسة احتلالية وقمعية وعنجهية يتعرض لها المواطنون على يد هذا الاحتلال المدجج بأعتى آلاته العسكرية التي يقتحم بها القرى والبلدات الفلسطينية. أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت محافظة جنين مخيم جنين والمدينة صباح هذا اليوم، ترافق العديد من الجرافات العسكرية، وبالتالي هذا هو وجه الاحتلال الحقيقي الذي يقتحم منازل المواطنين ويتخذها نقاطا لآلياته العسكرية ولقناصته، ويستهدف المواطنين أيضا بشكل مباشر ويوقع الكثير من الإصابات والخسائر في صفوفهم. أشكرك جزيلا مراسلنا أحمد نزال، حدثتنا مباشرة من مدينة جنين وتحديدا من أمام مستشفى ابن سينا والذي يعني يركض فيه عدد من الجرحى برصاص الاحتلال، بينهم حالة حرجة للغاية. نتابع أيضا في هذه المتابعة لتطورات الأوضاع وتحديدا الاعتداءات المستمرة بحق شعبنا والقتل المتعمد بحق الشبان، ونكون مع مراسلتنا زاهدة بدر هذه المرة من أمام منزل الشهيد مهدي لدادوة في بلدة المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة. أهلا بك زاهدة، واليوم أيضا كان المشهد مشابه لما جرى في جنين من تشييع لجثمان الشهيد هناك وسط حالة من الحزن والغضب والفقد، كيف تنقلي لنا وتقربي لنا الصورة بشكل أكبر؟ نعم، تحية لك ضحى ولسادة المشاهدين. بالفعل نحن هنا في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، هذه القرية التي تقاسمت اليوم الألم والوجع مع محافظات أخرى من الوطن، وكان لها من هذا الألم نصيب، حيث ودعت شهيدها مهدي لدادوة ابن 17 عاما والذي ارتقى يوم أمس بعد إصابة مباشرة في القلب أثناء صد يعني اعتداءات المستوطنين الذين جاءوا إلى القرية بحماية جيش الاحتلال. فاستبسل مهدي وأصدقائه ورفاقه وأهالي القرية للدفاع عن هذه القرية تجاه هذه الهجمة الشرسة. هذه القرية لم يكن مهدي الشهيد الأول فيها، لديها أيضا الجرحى والشهداء والأسرى في هذه القرية التي يعني تصمد في مواجهة الاحتلال. الحديث أكثر عن الاستيطان ربما الذي لا يظهر الآن بسبب الظلام في هذا الليل، إنما هناك حزام استيطاني يلف القرية ويستولي على المزيد من أراضيها. نتحدث عن كل هذا مع ضيفي بسام الخطيب رئيس البلدية، أهلا بك إلى هذه النافذة. لو تحدثنا كيف ودعتم اليوم الشهيد مهدي لدادوة وكيف تحافظون على صمود أهالي القرية، كيف تواجهون كل هذه الاعتداءات؟ نعم، بداية شكرا لكم كتلفزيون فلسطين وإعلام الفلسطيني الذي يظهر الحقيقة للعالم. نترحم على أرواح الشهداء، على شهيدنا مهدي وكل الشهداء، وعلى نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفي أسيرنا نور الدين سعدي شريتح، وإفراج عن الأسرى عن الأسير خالد محمد صالح شريتح أيضا وكل الأسرى. هذا اليوم ودعنا بكل ألم ومرارة شهيدنا مهدي محمد لدادوة، هذا الشاب
عمر اليافع 17 عام، هذا الشاب الذي ذهب فداء للوطن وذهب بلا ذنب. بالمناسبة هذا العدو الاحتلال، جنود الاحتلال مع قطعان مستوطني تعودوا أن يداهموا هذه القرية بشكل يومي وشكل أسبوعي وكل مناسبات، وفي عدة مواقع من القرية. بالأمس كان الاعتداء أو الهجوم في موقع عين حراشة، مما أدى إلى جرح شاب واستشهاد هذا الشاب محمد لدادوة، الذي يعني نطلب من الله أن يكون في جنة الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتداء الغاشم ليس الأول وليس الأخير، وهو بالتالي كان لدينا قبل سنتين أيضا كان 2 شهداء وعشرات الجرحى والأسرى في منطقة اسمها نعلان أيضا. وبالمناسبة هذه المنطقة هي منطقة في التصنيفات أوسلو والسلام هي باء وليست سي، وبالتالي تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أنهم يلاحقوننا في كل المواقع. نتحدث عن خطورة الاستيطان والبؤر الاستيطانية وكيف يتم توسيع هذه البؤر على حساب أراضي المواطنين. نعم، خطورة هذا الاستيطان أولا في استشهاد وجرح الشباب والخسارة البشرية لمواطنينا، ثم الأراضي. بالمناسبة أكثر من 5000 دنم الآن لا يذهب إليها الناس، أصحابها ممنوع أن يذهبوا إليها سواء في الزيتون في التين في أي موسم أو الحراثة، بسبب المنع الأمني من المستوطنين وبسبب المداهمة تعين المستوطنين لهذه الأراضي. تخيل أننا في البلدية في منطقة باء في منطقة الإسكان يعني قريبة من في بين البيوت الفلسطينية، كان عندنا زرع أعمدة للكهرباء للأهالي، أجوا المستوطنين وخلعوهم، جبنا جرافة وترك من أجل فتح شارع منعونا وأخذوا أيضا الجرافة والترك، ولاحقوا الشبان في تلك المنطقة. هذا الشيء يؤدي إلى خسائر فادحة لنا، فادحة في سواء الأراضي أو الأموال، وتغني أيضا على حال الناس، يعني يشعرون بعدم السلام والأمن الذي نريده لكل شعبنا كما شعوب العالم عائشة تعيش بسلام وأمن. نعم، رغم أن شعبنا أعزل إلا من الإرادة، لكن كيف تواجهون هذه الهجمات الاستيطانية بحماية جيش الاحتلال؟ أولا الانتماء الحقيقي. هذه البلدة كغيرها من البلدان في الفلسطينية تعاني من الاستيطان، ولكن هذه البلدة أخذت على عاتقها أن تقف وقفت رجل واحد في وجه الاستيطان كبيرا وصغيرا، وبالتالي لأن ليس لنا إلا هذه الوقفة، بالإضافة إلى جهد القيادة الفلسطينية في فضح الممارسات الإسرائيلية في الأروقة الأمم المتحدة وفي النوادي الدولية حتى نفضح كل أفعالهم. وبالتالي إلا أننا مصممون أن نبقى في هذه الأرض، مصممون أن نبقى كشجر الزيتون مخروسون في هذه الأرض، ولن نغادر ولن نركع ولن نستسلم. نحيي صمودكم دائما. شكرا لك سيد بسام الخطيب على هذه الإيضاحات. هذا هو المشهد هنا في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. عودة إليك ضحى. نعم، شكرا جزيلا لك زاهدة، وكنت معنا من بلد الشهيد مهدي لدادوة، المزرعة الغربية التي ارتقى فيها الشهيد وتم تشييع جثمانه في هذا اليوم. نعود لضيفنا في طول كرم السيد مؤيد شعبان. أهلا بك من جديد سيد مؤيد. ويعني بالحديث عن هذه الهجمات للمستوطنين وأهمية تصدي المواطنين لهذه الهجمات أيضا في البلدات والقرى التي تتعرض لهذه الاعتداءات والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة كما أسلفنا، نجد إنه جيش الاحتلال يوفر الحماية وبالتالي المواطنون يتعرضون هنا للقتل وللإصابة. هذا يعني المشهد ما خطورته فيما يتعلق بازدياد مثل هذه الهجمات، بأن تعطى كل التصريحات لقادة المستوطنين بأن يكون هناك القتل مسموح، وهو ما يعرض الشبان والفتية ربما لمثل هذه الاعتداءات التي تكون شبه يومية؟
يعني نعم صحيح، التصعيد الذي يقوم به هؤلاء المستوطنين بمشاركة، وأنا مصر على مشاركة جيش هذا الاحتلال الذي ليس فقط يوفر الحماية، هو شريك حقيقي ورئيسي مع هؤلاء المستوطنين الذين لا يستطيعون لوحدهم الهجوم بهذه الأعداد وبهذه الأسلحة دون توفير حماية وشراكة حقيقية من جيش هذا الاحتلال. نعم الأمور تأخذ منحى خطير تحديدا في الأشهر الأخيرة وفي الأيام الأخيرة بعد إعطائهم الضوء الأخضر لتشكيل ميليشيات حقيقية على الأرض، ما تسمى بلجان حراسة للمستوطنين في ظل تدهور الوضع في الضفة الغربية حسب ما يدعون. لكن هذا التدهور ليس هو المبرر الحقيقي للإجرام الذي يقوم به هؤلاء المستوطنين بمشاركة جيش هذا الاحتلال وبتعليمات من حكومة هذا الاحتلال ومجلس مستوطناته. يوسي داجان الذي يصرح، وهو رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، الذي يصرح دائما بالقتل، والذي يصرح بالمسيرات، والذي يصرح لهؤلاء المنفلتين من المستوطنين بقطع الطرق بين المدن الفلسطينية وتشكيل الغطاء الحقيقي والأمني واللوجستي لهؤلاء من خلال هذه الحكومة الاستيطانية بامتياز. بالتالي ما يحدث على الأرض جد خطير، ما يحدث على الأرض هو فعلا حرب مفتوحة تخوض هذه الحكومة بكل أطيافها بكل أدواتها كما ذكرت لك، سواء كانت الإدارة المدنية أو مجلس التنظيم الأعلى والبناء أو حتى جيش هذا الاحتلال أو حتى أجهزة الأمن، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية وتحديدا تنظيم شباب التلال المنتشر في كل أنحاء الضفة الغربية من شمال الضفة حتى جنوبها. ما يحدث في مسافر يطا اليوم، منع المواطنين الفلسطينيين من إحياء التراث الفلسطيني من الدخول إلى مسافر يطا والوصول إلى خلة الضبع هذه القرية الصغيرة الوادعة على سفوح مسافر يطا المهددة بالتهجير القصري، المهددة بالهدم بشكل كلي. هي مهدد بها حوالي 20 بيت بالإضافة إلى المدرسة الوحيدة الموجودة أيضا في خلة الضبع هناك، هي مهددة. والآن القرار بيد الجيش حتى يعطي ساعة الصفر لبدء عملية الهدم وتهجير أبناء شعبنا في مسافر يطا هناك وتحديدا في خلة الضبع، بالإضافة إلى خلق كل الظروف البيئية الطاردة على المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا وفي كل المناطق في الضفة الغربية من أجل أن يتم ترحيلهم بشكل طوعي. ما يحدث في الأغوار وتحديدا أيضا أختي العزيزة في خلت مكحول في الأغوار القريبة أيضا من الفارسية وكردلة وبردلة، وهذا الهجوم الاستثنائي الذي يحدث يوميا في الأغوار تحديدا في خربة مكحول، بحيث يقوم المستوطنين وفتية التلال بالاعتداء بشكل ليلي يوميا على أبناء شعبنا هناك. هذه كرة وخرب صغيرة أنت كما تعلمين لا تتعدى من 60 إلى 100 إلى 150 نسمة بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ، بالتالي هم يستفردون بأبناء شعبنا تحديدا في هذه التجمعات الصغيرة. هذا العدوان الشامل، ناهيك عن المهاجمة للمرة الثانية على التوالي اليوم لمزارعين قاطفي ثمار الزيتون. نعم. في شرق في عورتة جنوبي. طيب نابلس أيضا. سيد مؤيد، هجوم اليوم على، يعني ممكن أنه هذه النقطة أن نؤجلها قليلا لنتحدث عنها أكثر، خاصة أنه موسم الزيتون سيكون خلال الفترة المقبلة وربما هناك بحاجة لأن يكون لجان حراسة وإسناد للأهالي والمزارعين. سأعود إليك في كل الأحوال. وينضم إلينا مراسلنا أحمد شاور من قلقيلية. أرحب بك أحمد. تشييع جثمان الشهيد عادل داود في قلقيلية الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري، يعني مشهد بات يتكرر بحق الفتية بحق الأطفال وبحق الشبان، وعدد الشهداء اليوم في ارتفاع غير مسبوق حتى عن الأعوام السابقة. كيف ودعت قلقيلية الطفل داود، و يعني انعكاسات ذلك أيضا على
مجريات الأحداث بشكل عام في المحافظة؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. يعني محافظة قلقيل اليوم عاشت يوما حزينا كباقي أو كمعظم أيام فلسطين، يوم حزين بوداع الشهيد الطفل عادل إبراهيم عادل داود الذي ودعته بدمها ودمائها في هذا اليوم الحزين. انطلق موكب التشيع من مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم إلى المسجد العمري القديم في مدينة قلقيلية ليؤدى الصلاة عليه، ومن ثم إلى المقبرة لوارى الثرى. هذا المشهد الذي عاشته مدينة قلقيلية، كانت قد تلقت خبر استشهاده بالأمس مع ساعات المغرب تقريبا، بعد أن أصاب جيش الاحتلال هذا الطفل بالرصاص الحي في رأسه مباشرة من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، أولا مستشفى درويش نزال الحكومي، ومن ثم تحويله إلى مستشفى رفيديا في نابلس ليعلن عن استشهاده. هذا الاستهداف الذي كان في المنطقة الجنوبية لمدينة قلقيلية، حسب شهود عيان أن المنطقة كانت في وقت الاستهداف بالتحديد هادئة، كانت تشهد مواجهات خفيفة قبل الإطلاق الرصاص القاتل، ولكن وقتها كانت الأمور هادئة، كان يجلس مع أصدقائه بالقرب من جدار الضم والتوسع الذي تدور عنده المواجهات، وفي لحظة ما يعني قرر جندي من جيش الاحتلال إطلاق الرصاص على رأسه مباشرة، ما أدى إلى استشهاده. عائلة الشهيد تلقت الخبر بصدمة كبيرة، خاصة أن الشهيد يعني في مقتبل العمر ويعني في المدرسة في الصف التاسع، وله شقيق أيضا مصاب منذ سنتين في يده وما زال يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة، له عم أيضا أسير وعميد أسرى محافظة قلقيلية يمضي حكما بالسجن مدى الحياة، وأمضى منها 35 عاما لم يرى ابن أخيه إلا اليوم من خلال شاشات التلفاز شهيدا يوارى الثرى. هذه يعني حال وهذا حال العائلات الفلسطينية في مدينة قلقيلية وفي باقي محافظات الوطن، استهداف واضح للطفولة أيضا. يعني نتحدث عن جملة من الشهداء في هذا اليوم أو في 24 ساعة الماضية كلهم من الأطفال، وبالتالي يعني هي سياسة ممنهجة لدى الاحتلال في استهداف الأطفال واستهداف كل ما هو فلسطيني بذرائع طبعا يعني يبتكرها. مثلا الشهيد عادل ابتكر له ذريعة أنه شكل خطرا على جنوده المدججين بالسلاح، وتساءل كل ما من سمع هذا الخبر في أي خطر يتحدثون عن طفل يعني يبلغ من العمر 14 عاما يشكل خطر على جنود مدججين بالسلاح خلف جدار الضم والتوسع. إذن هي يعني حجج وذرائع يتذرع بها جيش الاحتلال لقتل الفلسطيني. بعد التشييع مباشرة انطلق الشبان في مواجهات مع جيش الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وأيضا وقعت بعض الإصابات للشبان وصفت بالبسيطة. يعني هذه الحالة التي يعيشها أبناء شعبنا في مواجهة مستمرة مع جيش الاحتلال. بالأمس أيضا نتحدث عن مواجهة عنيفة مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم التي تنطلق في مسيرتها الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالب بإعادة فتح طريق القرية الذي يغلقه الاحتلال منذ 20 عاما لصالح مستوطنة قدوميم، والتي يعني تتوسع يوما بعد يوم على حساب أراضي المواطنين الذي يمنع جيش الاحتلال المزارعين من الوصول إليها في هذه الأوقات من السنة، وهي أوقات موسم الزيتون، يعني يكون في ساعات محددة فقط وفي وقت في أيضا مدة محددة، وبالتالي يعني هم يدفعون المواطنين إلى الابتعاد عن أرضهم ليتسنى لهم السيطرة، ناهيك عن التوسع في المستوطنات الأخرى. يعني سياسة تتناغم مع بعضها البعض، القتل على الأرض
وأيضا استباحة الأرض والسيطرة عليها، وبالتالي كل ما هو فلسطيني من أرض وحجر وشجر وبشر هم مستهدفون من جيش الاحتلال في هذه الهجمة التي وصفت بالشرسة في هذه الأوقات التي تتصارع فيها الأحزاب الإسرائيلية على الانتخابات، وبالتالي هي يعني وقود يعتبر هذا القتل وقود للانتخابات والمرحلة الانتخابية القادمة في دولة الاحتلال. شكرا جزيلا لك مراسلنا في قلقيلية أحمد شاور على نقلك لهذه الصورة. ونعود لضيفنا مؤيد شعبان، ينضم إلينا من طول كرم. سيد مؤيد، يعني في خضم الحديث عن هذه الهجمات نتحدث عن موسم قطاف الزيتون، تعرض المزارعين كما اعتدنا في السنوات السابقة لهجمات المستوطنين، إن كان من سرقة المحصول أو التعرض لهم أو الاعتداء عليهم وغير ذلك، مع الاعتداءات أصلا التي نشهدها ومع تصعيدها على الأرض، ما هي الإمكانيات المتاحة اليوم لإسناد المزارعين، أيضا ليكون هناك تفعيل بشكل أكبر للجان الحراسة التي تكون إن كان مع المزارعين أو حتى لصد هجمات المستوطنين في مختلف البلدات والأراضي؟ يعني في ظل هذا الوضع الخطير والمتصاعد من هؤلاء المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية، فعلا لا نعني في أخذ الحيطة والحذر ترويع أبناء شعبنا من هؤلاء المستوطنين، لا بالعكس، الأرض الفلسطينية هي أرض فلسطينية خالصة، والطرقات الفلسطينية هي طرقات فلسطينية، فبالتالي لن يرهبنا ولن يرهبنا إرهاب هؤلاء المستوطنين. نحن وكل الشركاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكل شركائنا من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية والاتحادات سواء كانت المرأة وغيرها، عقدنا أكثر من اجتماع من أجل فعلا تخصيص خطة حقيقية واستراتيجية وفعلية على الأرض في خلال موسم قطف الزيتون. هذا الموسم موسم الخير للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رمزية شجرة الزيتون الأرض الفلسطينية. هم هؤلاء المستوطنين وكل هذه الحكومة هي فعلا باقتلاعها لأشجار الزيتون تريد أن تقتلع جذورنا، تريد أن تقتلع تاريخنا. سجل في شهر أيلول الماضي أكثر من 350 قطع لشجرة الزيتون. في ظل هذه الأوضاع فعلا المتصاعدة، نحن دعونا أبناء شعبنا جميعا في تحديدا في المناطق الساخنة والتي يتم فيها هذه الاعتداءات بعد رصدها، سواء كان ذلك في محافظة سلفيت التي تعرض لأكثر اعتداء، أو قرى نابلس بشكل عام، أو شرقي وغربي محافظة رام الله، أو في بيت لحم والخليل. فعلا وضعنا خطة من ثلاث أذرع ستكون هناك في الشمال والوسط والجنوب، لتقوم على محورين أساسيين، المحور الأول وهو حماية أبناء شعبنا من المزارعين، والمحور الثاني فعلا تقديم الخدمة الفعلية لمساعدة المواطنين الفلسطينيين فعلا بقطف ثمار الزيتون. أيضا ستكون هناك فرق جاهزة في الشمال والوسط والجنوب في حال حدوث أي اعتداء على أي كان من مزارعينا الفلسطينيين، التوجه بسرعة سواء كان ذلك في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب كما ذكرت لك، بالإضافة إلى كل المشاركين سواء من المؤسسة الأمنية أو من مجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى اتحاد المرأة، بالإضافة إلى وزارة الزراعة، وزارة الإعلام، والعديد العديد من الهيئات والوزارات المختلفة. وأنا من هنا أيضا أدعو كل أبناء شعبنا وتحديدا المزارعين في المناطق الساخنة أن يكون قطف هذا العام هو قطف بشكل جماعي، حتى لا يصبح أي مزارع فلسطيني هنا أو هناك لقمة سائغة في فم هؤلاء المستوطنين المتطرفين. نعم. الذين طيب يشاركون جيش هذا الاحتلال بعدوان هم على أبناء شعبنا. نعم. نحن نعم، يعني نود أن نتوجه إلى المحور الأخير في النقاش، ما يتعلق بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا وهو مطلب القيادة الدائم أمام الأمم المتحدة.
أمام ما يحصل اليوم على الأرض، باتت الحاجة ملحة لينظر المجتمع الدولي لهذا الطلب الفلسطيني الملح أمام المخاطر وتهديد الحياة والممتلكات وغير ذلك. ما يعني المفترض في هذه المرحلة والممكن والمتاح ربما لتفعيل هذا الصوت بشكل أكبر؟ يعني صوت الشعب الفلسطيني لن يكون ولم يكن في يوم من الأيام صوتا خافتا. صوت الشعب الفلسطيني بصموده بثواته سيبقى عاليا مزهمرا في أنحاء هذا العالم، ليعلم هذا العالم الذي فعلا ينظر إلينا بعين واحدة لما يجري من إجرام بحق الشعب الفلسطيني، فعلا هذا الطلب الذي طلبه السيد الرئيس في الأمم المتحدة في كل مناسبة وفي كل مكان، توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، توفير الحماية الدولية لأطفالنا، لنسائنا، لشيوخنا من هذا الإذلال، من هذا القمع الممنهج الذي تمارسه هذه الحكومة بكل أذرعها بحق أبناء شعبنا في كل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. المطلوب فعلا أن نرفع صوتنا عاليا، المطلوب أيضا كل هذا التوثيق الذي نقوم به نحن وكل المؤسسات يرفع فعلا إلى المستوى السياسي، والسيد الرئيس يبذل جهودا جبارة فعلا لتوفير هذا المطلب البسيط، وهو المطلب الوحيد في ظل هذه الظروف القاهرة وفي ظل هذه العقلية الإجرامية التي تتمتع بها هذه الحكومة، هو توفير الحماية لأطفالنا، توفير الحماية التي لم يستطع هذا العالم كله أجمع أن يوقف ملاحقة قتلة الطفل ريان في بيت لحم في بلدة تكوع الذي فعلا سقط شهيدا نتيجة الخوف الجدود الشديد من هؤلاء الجدود المتمترسين بأسلحة فتاكة يلاحقون الطفل لا يتعدى عمره 7 سنوات. بالإضافة كما ذكرت أنت سابقا كل هذه العمليات القتل وتحديدا في هذه الأعمار من 14 إلى 17 عام، تحديدا آخر 4 شهداء، شهداء الأمس وشهداء اليوم. نعم سيد مؤيد، هذا الاستهداف لأطفالنا. شكرا جزيلا لك سيد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حدثتنا مباشرة من طول كرب، وعذرا على المقاطعة. نكون مع مراسلنا محمد الخطيب الذي ينضم إلينا من محافظة طوباس والأغوار. ويعني اليوم المشهد كان محزن، إن كان في قلقيلية وفي رام الله وفي جنين وفي طوباس بتشيع جثامين الشهداء الأربعة. الشهيد أحمد دراغمة كان من بين الشهداء الذي زف في محافظة طوباس. كيف تابعت الحدث محمد؟ مرحبا بك زميلتي ضحى وبكافة السادة المشاهدين. يعني اليوم محافظة طوباس والأغوار الشمالية كباقي محافظات الوطن تجرعت الويلات وتجرعت حصرة استشهاد الشاب أحمد دراغمة 19 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مخيم جنين ومدينة جنين. يعني أجواء من الغضب والحزن عمت محافظة طوباس ومدينة طوباس مسقط رأس الشهيد أحمد دراغمي. يعني اليوم أعلنت لجنة حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الإضراب والحداد العام على أرواح شهدائنا وروح الشهيد أحمد دراغمة الذي ارتقى نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها. يعني اليوم انطلق اليوم موكب تشييع جثمان الشهيد من مستشفى طوباس الحكومي إلى مشفى إلى أيضا إلى مسجد الشهيد في وسط مدينة طوباس في مسيرة جماهيرية حاشدة بتشييع من أبناء محافظة طوباس كافة، وتم التوجه إلى منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة. يعني لتفاصيل أكثر حول هذا الحدث الأليم الذي عاشته مدينة طوباس ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية نستضيف
الأستاذ حسام دراغمة رئيس بلدية طوباس. أسعد الله مساءك. يعني اليوم محافظة طوباس تجرعت الحزن جراء فقدان أحد شبانها الشهيد أحمد دراغمة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الذي شن على محافظة جنين ومخيمها ومدينتها. يعني قراءتكم لهذه التصعيد الاحتلالي وأيضا الحالة التي عمت محافظة طوباس اليوم؟ يعني بداية نترحم على شهدائنا، على شهيدنا في طوباس وشهدائنا في جنين وفي الخليل وفي نابلس وفي طول كرم وفي كل أرجاء هذا الوطن. إن السياسة الإسرائيلية باتت سياسة معروفة، حيث أنهم يقومون بلعبة انتخابية تحاك على موائد اللؤم والتمحور السياسي من أجل أن يقوموا بتفريغ صناديق رصاصهم في صناديق الانتخابات الخاصة بهم، وبالتالي الشعب الفلسطيني يتعرض في هذه الفترة وهذه الآونة لحملة شعواء من الكيان الاحتلالي ومن قطعان المستوطنين، كما نلاحظ على شاشات التلفاز في كل المواقع. وهذه هي سياسة ممنهجة لهذا الجيش الذي المحتل، الذي لا يؤمن لا بالحريات ولا بالديمقراطية ولا بحقوق المواطنين ولا يعرف الإنسانية أصلا من أي مبدأ تكون هي. لذلك فإن الشعب الفلسطيني يوجه رسالة في هذه الأثناء، مفادها أننا سنبقى متمترسين في أرضنا منغرسين فيها، لن نتخلى عنها. وكلما زاد الاحتلال قتلا وقمعا وتدميرا، هذا يزيد عزيمتنا وإصرارنا على الحفاظ على حقوقنا وعلى أرضنا وعلى أراضي الدولة الفلسطينية. إن كل الشعب الفلسطيني اليوم بما فيه السيد الرئيس يقوم بعمله على أكمل وجه وكله بعملية منظمة. السيد الرئيس على منصة الأمم المتحدة والجمعية العامة قام بإيضاح كل تعديات الجانب الإسرائيلي والانتهاكات التي يقوم بها هذا المحتل الغاشم وقطعان المستوطنين من قتل وتشريد وتدمير المنازل والمزروعات، وبالتالي هو أدى رسالته بأمانة. الشعب الفلسطيني على الأرض ورجال المقاومة والشبان المنتفضين أيضا أرسلوا رسالتهم إلى المحتل الغاشم وإلى كل العالم أننا سنبقى ندافع عن أرضنا بصدورنا العارية بالحجارة وبالكلمة وبالاعتصامات وبالذهاب لمساعدة الفلاحين في قطف الزيتون وكل هذه الوسائل السلمية، لأننا نحن لا نمتلك جيوشا جرارة ولا نمتلك مدافع ولا نمتلك شيء، نمتلك فقط لا غير رأس مالنا الوحيد هو الإنسان الفلسطيني الذي أصر ومصر أن فلسطين هي أرضه وأراضي دولته، وبالتالي لن نتهاون ولن نسمح لأحد بسلبنا أرضنا ووطننا وأراضي دولتنا المستقلة. نحن قبلنا بالسلام وقبلنا بإعطاء الأرض، أرض فلسطين التاريخية للكيان الصهيوني ليعطينا سلاما عادلا وشاملا وضمنته كل الشرائع الدولية. لكن اليوم بما أن الشرعية الدولية تكيل بمكيالين، وبما أن الإمبريالية الأمريكية ومن فوقها كل هذه الدول العظمى لا تحرك ساكنا اتجاه هذه العنجهة الإسرائيلية التي يمارسها المحتل الغاشم وقطعان المستوطنين، بقي لدينا الأمل الوحيد أن نشمر عن أذرعنا ونقف وقفة رجل واحد وعلى قلب رجل واحد للدفاع عن مستحقاتنا، للدفاع عن أرضنا، للدفاع عن أبنائنا، للدفاع عن مستقبلنا. وهذه الأجيال الشابة التي شاهدتها اليوم في هذه المسيرة التي جاوبت شوارع كل محافظة طوباس، هذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب على العالم كله أن يحذر منه، لأن هؤلاء الشباب إذ لم يقوموا بأخذ حرياتهم واستحقاقاتهم سينتفضوا في وجه كل العالم، لأن الظلم ظلمات وإننا شعب لن نقبل الظلم مطلقا، ولنا شرف وحيد نتفاخر به بين كل الأمم أننا رأس حربة في الدفاع عن الأمة الإسلامية والأمة العربية مع هذا المحتل الغاشم الذي لا يرحم وهذا المجتمع الدولي الذي يتعامل بمكيالين. أشكر ضيفي السيد حسام دراغمة رئيس بلدية طوباس. يعني اليوم محافظة طوباس عاشت حالة من الغضب والحزن نتيجة استشهاد الشاب أحمد دراغمة الذي ارتقى خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين. يعني اليوم أيضا أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي وحركة فتح الإضراب العام حدادا على روح الشهيد وحدادا على أرواح شهدائنا كافة. إليك زميلتي. شكرا جزيلا لك محمد الخطيب، حدثتنا مباشرة من طوباس على هذه التفاصيل، ولضيفك أيضا، ولكم مشاهدينا كل الشكر على طيب المتابعة. إلى اللقاء.